هنكمل دلوقتي مع الموفي كليب ونشوف شوية حاجات من الموفي كليب يقدر يعملها. هنعمل زي ما عملنا المرة اللي فاتت، هناخد سيمبل صغير نرسمه تمام، ونعمله دبل كليك او نسلكته كله و F8 convert to symbol تمام، ونخليه جرافيك. اوكي، هديليت الانستنس بتاعته، هو لسه عندي جوه اللايبرري. هاد سيمبل تاني جوه اللايبرري تمام، وهسميه موفي كليب MC underscore اوكي. دلوقتي انا جوه MC animate تمام. لو جينا جوه MC animate وعملت دراج جوه لسيمبل واحد وجيت عند فريم 30 او 35 وعملت F6 وجيت حركت ده من هنا لهنا، جيت هنا عملت create motion twin، دي الحركة اللي هتحصل. لحد دلوقتي احنا ما عملناش حاجة، ما عملناش قبل كده. هرجع لسين واحد تاني، مفيش حاجة على على الكانفاس عندي او على مساحة الشغل. هدراج انستنس من MC animate تمام. لما هدراج الانستنس دي هعمل كنترول وانتر، بتتحرك شكلها كويس جميلة. اوكي، زي ما كنا اتفقنا قبل كده ان الانستنس ما هياش اكتر من شورت كات، بس كل شورت كات مع الموفي كليب ممكن يكون ليها معاملة شكل ازاي. اول حاجة لما تدراج انستنس تانية اللي هي دي، ما تكليكش عليها دبل كليك وتغير البروبرتي بتاعتها، يعني تكليكش وتغير البروبرتي بتاعتها، لان انت لو غيرت البروبرتي بتاعتها، انا هعمل حاجة عشان اغلط اوريك كده. لو غيرت دي عملت سيركل اهي تمام، وعملت ديليت، زي ما انت شايف اللي اتغير هنا هو اللي اتغير هنا هو اللي اتغير هنا تمام، لان انا غيرت سيمبل واحد، انا ما غيرتش في MC انيميت، لا انا غيرت سيمبل واحد اللي هو جوه الموفي كليب. هرجع لسين واحد تمام، وهعمل كنترول وانتر. اوكي اوكي، لو ما تعوز تغير سيمبل موفي كليب سيمبل، ما تغيروش، ما تعملش عليه دبل كليك وتخش تغيره من جوه، لا اعمل التالي. اول حاجه هعمل كنترول وزد تمام، هرجع لسين واحد تاني وضغط كنترول وانتر. ايوه هما الاثنين زي صح كده. هاجي على ده اللي هو اللي انا عايز اغير فيه تمام، وهاجي على الكولر تمام، واديله برايتنس. البرايتنس بتاعته ادي غيرت واحد البرايتنس بتاعته اوكي، وهاجي على واحد تاني هدراج انستنس تانيه تمام، وهعمل لها تان. تان الكالر بتاع التان هو اللي هيحدد الكالر اللي هيبقى باين قدامي، فانا هختار الاخضر ده تمام، فهو اداني درجه الاخضر بنسبه 41% السمره بتاعته او الكسوه اللي احنا هنكسيه بيها، نخليه 100% هيديني نفس اللون اللي تحت تمام. هون دراج انستنت ثانيه كمان تمام، انت ملاحظ ان دي غير دي غير دي غير دي، رغم ان هما انستنت من موفي كليب واحد تمام. ادي واحده وادي الثانيه وادي التالتة وادي الرابعة. اوكي، الرابعة دي احنا ما غيرناهاش، نغير الالفا بتاعتها. ادي الالفا بتاعتها، نغير الالفا تمام، ومش كده وبس، لا ده هنروح لل الفري ترانسفورم تول تمام، وهاخد دي اعملها كده. انا كده قلبتها
ومش كده وبس، لا انا هاخد السليكشن تول وهدرجها لحد هنا، ودي هاخد السليكشن تول بتاعتي تمام واصغرها شويه، ودي هعملها سكويش اوكي، وهتست الموفي بتاعي اشوف ايه اللي هيحصل. اوكي اللي بيحصل هو التالي، دي انا عملت لها ان انا قلبتها، يعني قلبت الاتجاه بتاعها، فالاتجاه بتاع الموفي كليب اتقلب هو كمان، ودي اتعمل لها سكوش تمام، فبقى الاتجاه بتاعها بقت تمشي كده، دول زي ما انت شايف ما بيجرى لهمش حاجه، ودي الاصل بتاعتنا تمام. هوريك الموفي كليب تاني، فكده بالطريقه دي انت ممكن تعمل مالتيبل انستنس، يعني حاجات كتيره من موفي كليب واحد، وكلهم كل واحد فيهم يعمل حاجه شكل تمام. لو انا غيرت السكوش بتاع دي بدل ما هي كده كانت كده تمام، وعملت كنترول انتر، بص الاتجاه بتاعها، فانت كده ممكن تعمل حاجات كويسه قوي لو انت بتفكر فيها، ممكن تعمل انستنت ثانيه وتبتدي تلعب فيها دلوقتي. علشان اللي احنا قلناه ما يروحش، بنصحك دايما كل درس اول ما نخلص اقعد اشتغل، اغلط، ولو لقيت نفسك بتغلط ولقيت في حاجات تانية غريبة بتحصل ارجع للي انا كنت بعمله بالظبط واعمله تاني، وهات ورقة وقلم سجل الغلطات. بنصحك من المرحلة دي ان انت تبتدي تسجل الغلطات بتاعتك، عشان مع الموفي كليب في حاجات كتير قوي لو ما ابتديتش صح بتنتهي صح او ما بتشتغلش، يعني بمجرد ما بتست الموفي بتاعك مفيش حاجة بتشتغل، هتبتدي تدور انت غلطت في ايه. لازم تسجل الاخطاء بتاعتك عشان ما تقعش فيها تاني. اشوفك الدرس الجاي ونكمل مع الموفي كليب.